باب المد والقصر. إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لق الهمز طولا، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، بخلفهما يرويك درا ومخضلا، كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، ومفصوله في أمها أمره إلى. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروان ورش مطولا، ووسطه قوم كآمان هؤلاء، آلهة أتى للإيمان مثلا، سواي إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا اسألا. وما بعد همز الوصل إيت وبعضهم يؤاخذكم أدان مستفهما تلا، وعاد نلول وبن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قولا وقولا. وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا، ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان والطول فضلا. وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، وما في ألف من حرف مد فيمطلا. وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملا، بطول وقصر وصل ورش ووقفه، وعند سكون الوقف للكل أعملا. وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا، وفي واو سوءة خلاف لورشهم، وعن كل الموءودة قصر وموئلا.